تستمع إلى كلام الشيخ العلامة محمد بن أمان الجاني رحمه الله حول هذه المسألة. لذلك القول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب خطأ، هذا الذي أراد الشيخ أن يرد. ثم يقول: وشبهتهم هذه كانت قد وقعت لبعض الأولين من الصحابة بل من السابقين إلى الإسلام لسوء فهمهم للآية وسوء تأويله، فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك، ولما ارتكبوا ما ارتكبوا كما سيأتي تفصيل ذلك أخطأوا فتأولوا الآية وشربوا الخمر بعد تحريمها وظنوا إن قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما ظنوا إذا ما اتقوا، ظنوا أن ذلك مستمر وأن ذلك لم يكن قبل التحريم، أخطأوا فتأولوا الآية، ولما فعلوا ذلك كان ذلك في عهد عمر رضي الله عنه، استشار عمر الصحابة وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب، واتفق رأيهم أنهم إن لم يتوبوا أنهم يستتابون، فإن تابوا جردوا لأنهم شربوا الخمر بعد تحريمها، وإن لم يتوبوا وأصروا على التحليل قتلوا ردة لأنهم خرجوا على الله وشرعوا في دين الله ما لم يأذن به الله، فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك. فإن قدامة بن مدعون صحيح عندكم قدامة بن عبد الله، الصواب قدامة بن مدعون بن وهب بن حذافة القرشي أخو عثمان بن مدعون وعبد الله بن مدعون، وهؤلاء الثلاثة إخوة وهم من الذين هاجروا إلى الحبشة. قدامة هذا قدامة بن مدعون ليس إنسانا عاديا بل من السابقين إلى الإسلام، وهو خال لحفصة وعبد الله بن عمر ابني عمر بن الخطاب، خال وعامل لعمر على البحرين، وهذا الرجل العظيم الذي له هذه المكانة أخطأ هو وطائفة من الصحابة، تأولوا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، تأولوا تأويلا باطلا وظنوا إنه يجوز لهم شرب الخمر بناء على فهمهم لهذه الآية فشربوا مستحلين، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، وعمر من تعرفونه لا تأخذه في الله لومة لائم، كونه خال أولاده وكونه من السابقين الأولين إلى الإسلام كل ذلك لم يؤثر في أن ينفذ حكم الله فيه. وقال عبارة شديدة في حق هذا الرجل، قال له: أخطأ أسلوب الحفرة، عبارة أو كناية، إنك أخطأت في تأويل الآية، كما يخطئ ذلك الحفرة عندما يجلس عليها فيضع العذرة في غير موضعها، كذلك أنت أخطأت في تأويل هذه الآية، والآية ليست كما زعمت أنت ومن معك. قال له: لو كنت وعلى هذا الرأي معه جماعة من الصحابة وفي مقدمتهم كما قلنا علي بن أبي طالب، اتفقوا على أنهم يستطيعون
والقصة وقعت غير مرة، مرة مع قدامة ومرة مع جماعة من الشام. من تاب منهم، أي من اعترف منهم وتاب ورجع للاستغلال، جلدهم عمر 80. فاتفقوا على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا حتى شرب الخمس، وإن أصروا على استغلالها قتلوا. قال عمر لقدامة: أخطا تؤسك الحفرة، أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر، كيف تدعي إنك آمنت وعملت صالحا واتقيت الله وأنت شربت الخمر بعد تحريمها؟ وذلك إن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد، كان بعض الصحابة، قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ بين الله بأن أولئك ليس عليهم حرج لأنهم شربوها وهي حلال قبل تحريمها. وأما من يستدل بهذه الآية بعد تحريم الخمر ويشرب، يقال له كما قال عمر لقدامة: ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة، ارتكبوا ذنبا آخر، أولا الاستغلال وثانيا اليأس من رحمة الله تعالى. فكتب عمر إلى قدامة خال أولاده يقول له، يذكره بهذه الآية العظيمة: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. محل الشاهد: غافل الذنب وقابل التوب. غافل الذنب ألف الذنب للجنس، غافل لجميع الذنوب لمن استغفر، وليس هناك ذنب لا يغفر لمن استغفر من الكفر والشرك ومن شرب الخمر ومن الجهمية ومن الشيوعية ومن الماركسية. من أي ذنب رجع إنسان إلى ربه فاستغفر، إن الله يغفر الذنوب غافر الذنب. على العبد أن يستغفر الله صادقا. قابل التوب، قابل لتوبة جميع التائبين من أجل ذنب تابوا، وأنتم منهم، عليكم أن تستغفروا الله تعالى وتتوبوا. قدامة وطائفة معه، ولكنه شديد العقاب لمن أصر على ما ارتكب ولم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال له: ما أدري يا قدامة أي ذنبيك أعظم، استهلالك المحرم في أول الأمر أولا، أو يأسك من رحمة الله ثانية؟ كلاهما ذنب عظيم، وكل من تاب وإن تاب من الأول ومن الثاني الله سبحانه وتعالى قابل التوب غافل الذنب. وهذا الذي اتفق عليه الصحابة ومتفق عليه بين أئمة المسلمين، على أن الإنسان الذي لم يستحل محرما، إن فعل محرما لم يستحله، إنه يؤدب إما بالحد أو بالتعذير ولكنه لا يكفر. وأما من استحل ما حرمه الله بهذا الاستحلال يكفر.